المنطقة الشمالية للأسف ما تعذر عليهم الحضور معنا. أود أن أشكر جميع الطاقم وجميع الناس اللي ساهموا في هذا الشريط لو من بعيد ومن قريب، وشكر خاص للناس ديال لا بروجيكسيون كنساوهم دائما، الناس هما اللي كيسهروا على باش يكونوا لي بروجيكسيون في هذا المستوى، حقيقة مستوى رائع هذه السنة متميز. وكنشكر الناس القائمين على القاعة والناس ديال المركز السينمائي المغربي اللي كينظموا هذا الحدث. نخليكم ما نطولش عليكم، نشوفوا الفيلم تانا، نشوفوا معكم، نعطي الكلمة لواحد في الإخوان اللي هو يتكلم. كنتمنى لكم فرجة ممتعة والسلام عليكم. دينا ذو القمب الله يسر. ايوا اش غدير حنا بعدا ولفنا. ايوا بسم الله افطر معانا. لا لا فاطر غير بالصحة والراحة. بقي كنعقل دخلت للكوزينة وانا لقى المقلق كتغلي في الرغوة كتغوت ما تلاش خشي الحيط هكا. معكم هادي لاباط تراب. اليوم قدمنا الفيلم اول مره كاس المحبه من اخراج نوفل البراوي، سيناريو يوسف فاضل، تشخيص عبد الربي، محمد خويي، مسعود بوحسين، توري العلاوي، عبد العاطي المباركي، ومولاي عمي ادريس، كذلك مصطفى وشين حتى هو، بزاف الاخوان. الحمد لله كما داز الفيلم لقى استحسان ديال الجمهور هنا في مدينه طنجه في المهرجان، في المهرجان الوطني للسينما. الفيلم هو كان مقتبس يعني من القصه ديال السيد محمد الاشعري كذلك، لان يعني الاصل مأخوذ من القصه ديال اللي كان وزير سابق ديال وزاره الثقافه السيد محمد الاشعري، فحاولنا ان ضربنا تماره في الفيلم. تقدم اليوم الحمد لله كانت الاصداء مزيانه، الجمهور تبع، رياجات تفاعل مع الفيلم، هذا هو المهم. حاولنا نقدموا منتوج ليه، وان شاء الله ملي يخرج لا سورتي ناسيونال في سال دو سينما يشوفوا الجمهور ويعيش حياته ديك الساعه. الفيلم عنده واحد المده الزمنيه كيعيشها ونشوفوا حاجه اخرى ثاني. بعد الدور هو شويه لان كانوا عندي بحال جوج شخصيات كنلعب عليهم ما بين يعني ما بين عبد السلام وناعمه، فخدمت انا ونوفل بزاف وهضرنا وناقشنا بزاف كفكره كانت انتريسون. ان المهم عندنا هو نجبدوا الكوتي اوما يعني الجانب الانساني ديال الشخصيه باش من الجمهور باش ما يتبرزطش انه يتبع القصه كيفاش بدات ديال هذه الشخصيه وكيفاش غتسالي الاهاجيس ديالها الاحاسيس ديالها لو ديفلوبمون ديالها المشاكل اللي كتعيش باش يقدر يقبلوه فيكتيفمون. هادشي اللي كنظن انه وقع مع الجمهور، فاستحسن يعني التشخيص ديال الشخصيه والاستوار ديالها. فشكرا لهم، شكرا. قصه الفيلم هو كيحكي على واحد المجموعه ديال الاصدقاء كيخرجوا في واحد الرحله، واثناء السفر ديالهم كيوصلوا لواحد الفضاء بحري ساحلي، وكيلقاو واحد الصديق ديالهم بالصدفه كاين تما حتى هو، ومن خلال ذاك اللقاء كيخرجوا واحد المجموعه ديال الاسرار وعاد الخبايا وهذا، وكتبان وكيتفضح بعض المسائل اللي كانت مخفيه، ومصائر ديالهم كتغير بصفه نهائيه تقريبا. التصوير دائما ليس سهلا. ها انت دابا في هذه الحاله ملي كتجي من دارك انت بوحدك مع الميكرو عندك صعوبات، فبالاحرى ملي تكون عندك 50 الناس ولا 60 الناس زائد الممثلين زائد الديكورات زائد، يعني الصعوبات دائما كاينه في اطار الظروف اللي كنعيشوها حنايا، ضعف الامكانيات اللي كتكون وهذا، ولكن كنتغلبوا عليها بالمحبه والعمل وبالعشق ديالنا لهذه الحرفه. وفي الاخر ملي كيكون هذه النتيجه ما كيبقى كيبان لا صعوبات لا حتى شي حاجه، هو الاساسي.
جنان النيش، جنان النيش، منطقة جنان النيش نواحي تطوان قرب القرية اللي معروفة مزيان تما، ولا المدينة حاليا اللي معروفة هي مدينة الجبهة. وبممثل قدير عديل فرصة أخرى لفتح الحوار مع القاعة، لأنه هذا اللقاء هو ولا هذا المهرجان من السينما إلى الحوار، لأن الحوار يضيف أشياء أخرى وسينسر يقدم نفسه أولا ثم افتح الحوار مع القاعة. نوفل البراوي مخرج ممثل سابقا وكان مرة كان ديروا شي بانكا خريج مع العين في المسرحي والتنشيط الثقافي وكنحاولوا نديروا شي حاجة مزيانة، وهذا اللي نقدروا نقولوا كلمة القاعة دابا ماشي ديالي. هنيئا لك. شكرا شكرا. كوكا